واهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مع الجوله الثانيه والسؤال الثاني مع الاخت ناديه العباسي تفضلي والاخت صفاء من ال دياب. يا اهلا وسهلا. مرحبا. شلون اسمك ناديه؟ زينه الحمد لله. شوي احكي لي عن نفسك. انا ناديه حاصله على شهاده دبلوم طبي. دبلوم طبي نعم. هواياتي المطالعة والسفر، قراءة الكتب الطبية. المطالعة والسفر وقراءة الكتب الطبية. الكتب الطبية. أهلا وسهلا. يا أهلا مرحبا. يا أهلا وسهلا صفا. شوي عن نفسك، عن عملك، هواياتك. اسمي صفا ليث. خريجة بكالوريوس علوم كيمياء. بس أشتغل مجال حقوق الإنسان. ومن هواياتي الرسم، أرسم أكريليك وزيتي على القنفص، وعندي مشروع صغير بالموضوع. مشروع ايه قادم يعني يعني بديت فيه بديت الآن. ايه ايه. وإذا نروح على السؤال الثاني ويمكن هذا مو من اختصاصك. اوكي خلينا نشوف. لا ايدك مو على الطاولة، ايدك على الجنب شوية، رجعي شوية، تقربي انت خلاص. السؤال الثاني بيه 8 احتمالات، ايد ورا الظهر، ايد على الجنب، والسؤال يقول ما هي المصادر والطرق التي تحصل منها على الأخبار؟ يلا صفا. شاشة التلفاز. التلفزيون. شاشة التلفزيون. نعم. وثالث احتمال. وست نادية، ما هي المصادر والطرق التي تحصلين منها على الأخبار؟ إنترنت. شنو بالإنترنت؟ حددي لي، لأنه إنترنت مفتوح واية يعني قنوات. شنو بالإنترنت؟ يعني الفيسبوك. ها؟ فيسبوك. فيسبوك. تمام. مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا أعلى. أنت تقدرين تقررين الآن. نجي وياكم لو تحوليه على أهل دياب. إن شاء الله معنا. معاكم؟ تفضلي. وتفضلي أخت صفاء. وأهلا وسهلا. وهم راح نجي على الأستاذ صلاح. نعم. الراديو. 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 خلينا نشوف الراديو، الإذاعات. إذاعات. موجود؟ نعم. برافو. ما هي المصادر والطرق التي تحصلين منها على الأخبار؟ جريدة. الصحف. جرائد. الجرائد، الصحف. صح. نعم. والأستاذ طارق. نعم. ما هي الطرق والمصادر التي تحصل منها على الأخبار؟ عن طريق الأصدقاء. ها؟ الأصدقاء يعني. ممكن عن طريق الأصدقاء. نعم.